كيف نبدأ الكلام عن المشير حابس المجال؟ وهل يرقى النص حد كبريائه ونبله الرفيع؟ كان فارسا أردنيا نسج هو والنشام الأردنيون من ضلوعهم أسوارا للقصر الكبير إن عصفت العادية، وكان عسكريا حاد الملمح صعب المراس يوحد بين وريده وتراب الوطن، وليس بعد الله في قلب حابس إلا العرش والوطن. ليس من السهل علي أن أتحدث عن الرجل الرمز، عن أخي الكبير وصديقي الصدوق وزميلي العزيز المغفور له بإذنه تعالى معالي المشير حابس المجالي. لقد كان رحمه الله رمزا كبيرا بكل ما تحمله هذه العبان الجليلة. كان رمزا للولاء والوفاء والإخلاص لقيادتنا الهاشمية الخالدة وللعرش الهاشمي المفدى. كان رمزا للانتماء للأردن والتضحية دفاعا عن سيادته وسلامته وحريته واستقلاله وحرمة كل ذرة من ترابه الطهور. كان رمزا للجندية العربية الباسلة وللبطولة في ميادين الشرف. كان رمزا للشهامة والمروءة والفروسية والأخلاق الحميدة. كان رحمه الله من رجال الرعيل الأول، الرجال الكبار، الرواد، البناء، المؤسسين الأوائل الذين ساهموا في بناء الأردن بدموعهم وعرقهم ودمائهم. أنا أشعر شأني شأن كل مواطن في هذا الحمى العربي الأصيل أنني لا أعزي برحيل أبو سطام عنا، بل أتقبل العزاء. رحم الله فقيدنا الكبير وتغمده برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا جميعا الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شرفت جبهته الغراء تراب الأردن الأغن في الفترة التي كانت فيها الكرك تنام على أزيز الرصاص وتصحو على دم رجالها، فقد كانت الثورة مشتعلة وفي أوجها. في هذا الجو ولد حابس في سجن معان، حيث قامت تركيا باحتجاز أطفال ونساء الرجال الذين يقاتلون باسم تراب الوطن وضد الظلم والطغيان في سجن معان. ولارتباط حدث الولادة بالحبس سمي المولود حابس، من يولد على صوت الرصاص وأساطير الفداء. وجب عليه أن يكون سيدا في الفروسية والوفاء، فكان أنبل الفرسان وشيخ الوفاء بلا منازع. بداية أقول أن الموت حق ولا اعتراض على قضاء الله، ونحن نؤمن في قضاء الله وأن الموت حق طبيعي علينا جميعا. لا أريد أن أتكلم عن المرحوم كقريب له، وإنما أتحدث كجندي خدم في معية المشير فترة طويلة من الزمن. فحقيقة موت الفقيد كان خسارة كبيرة للأردن وخسارة كبيرة للأمة العربية، حقيقة للسجل الكبير الذي يحمله المشير حابس المجالي منذ
عمله في القوات المسلحة، فعرفناه قائدا شجاعا في معارك فلسطين كلها. وحقيقة حتى العدو تكلم عن شجاعته في باب الواد. كان قائدا وزعيما وأبا للقوات المسلحة، ويعتبرهم رواد النهضة في الأردن. يعني القوات المسلحة كانت هي هم بناة الأردن، وكان هو قائد لهذه القوات، ولذلك يعزى إليه كثير من البناء في البلد، حتى البناء الثقافي. يعني الجامعة الأردنية، مدينة الحسين الطبية، المعالم الكبيرة في أردننا حقيقة كان له بصمات كبيرة جدا فيها وسطهم. فحقيقة يعني علينا نحن أن نستذكر المغفور له بأعماله، ولتعطينا دروس حقيقة بالوطنية الصادقة وكيف تتم الخدمة الحقيقية. فنحن سنستمر بإذن الله على درب الرعيل الأول الذي نبنوا الأردن. وبهذه المناسبة بنقدم تعزينا إلى جلالة الملك الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولقواتنا المسلحة ولأسرتنا الأردنية. فالمصاب هو مصاب للوطن كله، ونعد أبا سطام الرجل الشهم الذي عاش كبيرا ومات كبيرا أن نسير على نفس الدرب في بناء وطننا إن شاء الله. هل نلج في النص أكثر؟ قاده حبه لهذا البر أن يكون من أوائل من يلتحثون بلوى القتال الضروس، فشد الكتف للكتف والزند للزند، وأقسم أن يكون عسكريا وفيا للملك والوطن ولفلسطين، حيث القتال فيها شرف للفرسان. وحابس يعلم أن رجالنا من عقربة في أقصى الشمال حتى البحر ما أحبوا غيره وما أحبت غيره، ويعرف أن القدس ما أرخت الجدائل إلا على أكتافهم، وهم يجدلون العدو تجديل المقاتل الذي لا يحمل في الصدر خوفا إلا من الله. تلك هي باب الواد، أول الفداء وأعذب صفحات النصر المؤزر في تاريخ العرب. كان حابس يقودها مع جنود الملك والوطن، قاتلوا وهم يعلمون أن الله يحرسهم وأن العيون تنتظر تباشير النصر. واحتد نسف الدم حتى وصل السلاح الأبيض إلى نحورهم، نحور من اعتدوا على أقدس البقاع وأعزها للهواشم. قاتل دفاعا عن جدائل بناتنا، وأقسم أن يبقى حناؤهن على الشعر الجميل فرحة للنصر وفرحة للشهداء، وما رده خوف أو حب للحياة. فحمل السلاح الأبيض وكان إلى جانب الجنود أسدا من أسود الله التي تدافع عن فلسطين. رحمة الله على أبو سطام، رحمة الله على حابس. هذا ليس فقيد الأردن ولا فقيد عائلته، وإنما هو فقيد الأمة العربية وفقيد الخلق العربي، فقيد الخلق العربي والفروسية العربية. عرفت حابس باشا عام 57 عندما كان رئيسا لهيئة أركان القوات المسلحة الأردنية، وكنت ضابطا أخدم في القيادة بفرع المشاور العدلي. فنشأت بيني وبين حابس باشا صلة عمل تطورت إلى صلة إعجاب ومعرفة. فعرفت من خلال الأحداث عن حابس عندما كنت تلميذا، وكان هو القائد لمعركة باب الواد، فكان هو قائد الكتيبة الرابعة، وهجم الإسرائيليون عليه بمجموعة لواء لأنه كان يهجم بقوة أكثر، فاستطاع
أن يصد الهجوم وأن يلحق بهم خسائر فادعة، وبقي قتلاهم في الأرض اليوم الثاني، فقتل في تلك المعركة حوالي 800 إسرائيلي. هل نذكر على مسمع المشاهد الكريم قصيدة له كان يرددها لحظة المعركة؟ يا هلي يا هلي والعذر ليكم يا هلي، من عركة سويتها أدبت فيها المعتدي، ويا بلادنا عذيتها من كل كافر ملحدي. أنا من أبطال هذا البلد ومن اللي خدموه بأمانة وأخلاص وقاتل العدو وقاتل دون النظام مخلصا وفيا إلى ملكه وإلى وطنه في جميع المجالات، قاتل بشجاعة وبأيام صعبة، وكان يتحمل ما لا يتحمل غيره في جميع الميادين، خصوصا لخدمة هذا البلد ولمليك هذا البلد، رحم الله أبو صدام رحمة واسعة. فارسنا الذي ترجل بالأمس كان من أوائل الضباط الأردنيين الذين كان لهم شرف الانتساب للخدمة في الجيش العربي الأردني، فقد انتسب للخدمة عام 32. سيذكره التاريخ كجزء لا يتجزأ من تاريخ الأردن والجيش العربي الأردني، كما سيذكره التاريخ قائدا منتصرا في معركة باب الواد دفاعا عن القدس سنة 48. حباه الله جل وعلا بصفات قيادية مميزة وأخلاق دمثة، وقد كان محبوبا كل الحب من ضباطه وجنوده، محبا لمساعدتهم وراعيا لهم. هل نذكر أيضا أن حابس المجالي كان شاعرا يهدي من غزله الرقيق لبناتنا وللأرض التي تحملهن أجمل الأوزان وأعذب الصور، وكأنه صورة الفارس التي لا تظهر إلا في الأساطير القديمة. عندما رافق الملك عبد الله الله يرحمه في زيارته للضفة الغربية، ونهار استشهاد الملك عبد الله يوم 27 يوم الجمعة 27 1951، كان يرافق جلالة المقبور له الملك عبد الله حفيده الأمير الحسين، وهو أنقذ الحسين من القتل في ذاك الوقت، حيث أنه تحضن الأمير الحسين واخرجوا خارج باب المسجد الأقصى. إن شاء الله نعود عليه بالخير العزيزة، لأن القدس العربية العزيزة على قلوبنا كلنا كعرب وكمسلمين الحمد لله. معالي المشير حابس المجالي، ننظر أن نحن يا معشر الجنود القدامى كجندي فارس مغوار له بصمات داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارج المملكة الأردنية الهاشمية لاتصالات والشخصية مع دول الشقيق الجوار في السعودية أو أي بلد آخر، سواء اللي بشمال أفريقيا أو اللي في منطقة الخليج العربي أو في مصر أو في سوريا أو في لبنان، لأنه إنسان كان محبوب لدى كل قادة العرب، وهو رجل الواقع من صفاته اللي احنا نعرف الصفات رغم انه ما عنده المؤهلات والكفاءات ان يقيم ونظر هذا الفارس، لكن هو امين وصادق ومخلص ويملك النماء والانتماء لامته العربية ولوطنه العربي بشكل عام والاردن بشكل خاص، وكان الواقع مخلص فعلا الى جنديته الشريفة، لانه الجندي في مؤسسة شريفة، فهو كان أمين على الجنود. عندما أقول جندي بغض النظر عن الرتب، أمين فعلا أمين، ويتحسس بزياراته الفجائية للقطعات العسكرية بغض النظر عن تواجدها في أنحاء المملكة سواء قبل حرب 67 أو بعد حرب 67. هل نذكر أيضا أن الموت كان في مفاصل كثيرة على بعد فراسخ منه،
لكن الله أراده بين ربعه وعلى هضبات بلادنا العظيمة، يزيد العطاء عطاء والصبر صبرا، ويوحد ما بين الورد والنار، ويمضي يعمل في الجيش المجيد قابضا على جمر رسالة، ومعه عيال نصيد من منتسبي الجيش العربي المظفر، والذين علمتهم نائبات الدهر أن تكون الجبهة عالية مثل جبال الصلب، والولاء للعرش مثل الشمس حين تغطي بوادينا ساطعة وهادة. فقد الأردن برحيل المشير حارس المجالي رجلا من خيرة رجاله، وفارسا من فرسانه الصناديد، وكان رجلا صنوا يجسد كل ما يمثله الجيش العربي الأردني المصطفوي من مروءات وفروسية وشجاعة وإقدام. هذا الرجل قابلته أول ما قابلته في صيف 1948 عندما كانت المعارك محتدمة في باب الواد واللطون، حيث حاولت القوات اليهودية بكل زغمها آنذاك وبخيرة فرقها رفع الحصار عن القدس اليهودية، وقد هاجمت تلك القوات باب الواد وقلعة اللطون بكل زخمها، والتحمت مع قوات حارس المجالي الذي كان يقود قواتنا الأردنية الباسلة بالسلاح الأبيض وبالأيدي، وانتصر الجيش العربي الأردني بقيادة حارس المجالي. لك الرحمة سيد المشير، وأنت تحمل على أكتاف الجنود جسدا مسجى قرير العين يرقص المجد على كتفيه، وما اختار في حياته إلا الكبرياء أو الكبرياء. لك الرحمة سيد المشير، وأنت تحمل على أهداب النشميات الأردنيات، ويغزلن لك من الشعر المسفوح على الجيد أبهى حب عرفه الناس. لك الرحمة سيد المشير، حين تلفنا بحزن رحيلك كاتبا للجيل الجديد القادم بعزم والصاعد أعلى سفوح هضبات الأردن المجيد أبجديات الولاء والوطن، صارخا بهم أن قصر بسمان الزاهر الجميل معقد الأمل وأول العرب والدم والبطولة والكرامة والحرية، وستبقى في الذاكرة سيدا وجبلا وزهرة أبحوان، وستبقى الجندي والمخلص والشاعر والفارس وابن العشيرة الذي ما حمل لربعه في الأردن الطيب إلا النصر والبشائر الطيبة. لك الرحمة سيد المشير، لك الرحمة سيدي حافظ. أتكلم باسم الكرم، وأتكلم باسم الجميع، وباسم الأردن الحبيب اللي أدينا كل واجبنا في خدمته.